الانتخابات الرئاسية المقبلة. تحسين بهدف استمرار حالة التنمية واستكمال المشروعات القومية التي بدأت منذ تولي سيادته المسؤولية في عام 2014. يبقى لما نيجي النهاردة ونقول احنا مع الرئيس السيسي وعمال الغزل والنسيج معاه، بنقولها بفخر واعتزاز، عشان حاجة شخصية، عشان شركاتنا، عشان صناعتنا، عشان حاجة أما بقى بلدنا الكبيرة مصر. فأنا مع الرئيس السيسي لأنه هو راجل المرحلة، بقول له كمل، الشعب المصري كله وراك، هو راجل المرحلة. أيام دي أثبتت إن الراجل ده له بعد نظر لخمسين سنة، كان عارف اللي هيحصل اليومين دول. بقول للريس إحنا معاك يا ريس، واحنا داعمينك المرحلة القادمة، وان شاء الله انت موفق بحب المصريين، احنا وراك، وسينا دي عرضنا، عمرنا ما نفرط في شبر منها ولا اي دبانة تعدي منها، طول ما انت القائد المصري بتاعنا رئيس مصر احنا داعمينك، احنا وراك، احنا اللي جينا وقلنا لك انزل يا سيسي، احنا بنقول له ربنا يوفقك يا ريس وربنا يحميك وينصرك حبيب المصريين وابن المصريين، وتحيا مصر، تحيا مصر.